هذا جسر الأنوار قد خسرتوا عليه إنارة شرفكم، قد خسرتوا عليه كم مليون كم هاي، هذا مصيره. عمي ما تقول لي شو وقت تصير غيرة بهذا البلد، شو وقت تكون حريصين، يعني اعطيتوه مقاولات بملايين وراحت هباء منثورة، يعني وباني لكم فد مدرسة، بانين فد مستوصف بهاي الملايين الحلوة، ليش عمي ليش؟ الله يقبل محمد، شوية عندكم خافوا الله، شوية خافوا الله، كانوا يقول رأس الحكمة مخافة الله، كاش وقت تصير عندكم مخافة الله؟ ليش؟ هاي الملايين الحلوة ذبيتوها بعدين جسر أظلم، كان وين الإنارة؟ وين الزرق ورق؟ وين؟ شو تسوي؟ عمي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل واحد ما يخدم هذا البلد.